أين نحن كمصر والعرب مما يحدث في غزو الفضاء والدراسات الفضائية؟ السؤال الأولاني يا فندم، أنت عارف يعني كنا لفترة بسيطة كان في سباق تسلح ما بين الدول العظمى ومعظمها ما كانش كلها من أجل الحصول على الموارد الطبيعية وخيرات ومقدرات بعض الشعوب الفقيرة، بدءا من القنبلة النووية في روشما إلى 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 لحد يمكن صراعات شرق الأوسط اللي احنا فيه. طبعا مع رؤية ونضوب لمعظم موارد الأرضية بدأ العالم مع نجاح رحلات الفضاء انه يبص لمقدرات ومصادر جديدة وفرص للحياة خارج الكوكب الأرض. بدأت الرحلات دي تقوم في الخارج، بدأت من القمر، وحاليا في خلال الشهرين اللي فاتوا في 4 أو 5 رحلات للمريخ واستكشافه. لما يبقى عندي محطة فضائية موجودة في الخارج معناه ان عندي برامج الفضاء بتاعتي يتم ادارتها من الخارج بعيد عن كل العوامل والظروف الموجودة عندنا في الارض، تقليل التكاليف بما ان عندي يكون فريق فضائي مقيم فوق لعدة شهور، لان تعرف حضرتك تكلفة اطلاق الرحلة وعودتها باهظة جدا. انا لو اطلقت في رحلة عدد من رواد الفضاء استمروا في المحطة الفضائية اللي موجودة يقوموا برحلاتهم وبدراساتهم لمدة تتراوح من 3 لـ5 لـ6 شهور، ده طبعا تكاليف كبيرة في الانفاق وفي نفس الوقت دقة في الأداء والرصد والدراسات. فالإجابة على التساؤل الأولاني. السؤال الثاني، احنا اين مصر والعالم العربي مما يحدث في هذا الفضاء؟ طبعا يعني المنطقة العربية يعني الوقت متأخر جدا، كنا بعيد عن صناعة الفضاء بالرغم ان احنا كمعهد فلكي متخصص بدأنا من سنة 1957 رصد المراكب والأقمار الصناعية الفضائية مع إطلاق أول مركبة فضائية، يعني من 63 سنة بالضبط كده، لكن ما كانش دي لها علاقة أو ببرامج الفضاء. مؤخرا يمكن في خلال 10 سنين اللي فات تبنت الدولة المصرية برنامج لصناعة الفضاء بالتعاون مع الكتلة الشرقية روسيا تحديدا، وتم تصنيع أكثر من قمر صناعي بعضهم ما زال يعمل في الخدمة وبعض فقد، ويمكن آخر قمر صناعي أطلقته لنا فرنسا طيبة وان للاتصالات. ولكن مع عام 2018 مع الإعلان عن تأسيس وكالة الفضاء المصرية، ده كانت جهود يعني محترمة جدا وحاجة أمل طالما انتظرناها كلنا، أن يكون عندنا وكالة فضاء وطنية تساعد كل المصريين وتحقق طموح أن يبقى عندي رائد فضاء مصري أو عربي. طبعا دولة الإمارات الشقيقة بذلت مجهودات، ويمكن في كام شهر أطلقت مسبار الأمل اللي وصل لدراسة الغلاف الخارجي للمريخ. أنا متفائل خير في الفترة القادمة للمنطقة العربية، إذا كانت مصر أو الإمارات أو يمكن السعودية في الطريق، نكون عندنا برامج فضائية نحاول نقول للغرب أن القصة دي مش حكر على حد، وخاصة الحمد لله عندنا إمكانيات، عندنا باحثين متميزين. يعني هل يمكن يكون يا فندم تتكامل الجهود العربية ما لم نستطع تحقيقه على الأرض نحققه في الفضاء بالإمكانيات المالية والمتوفرة عند دول الخليج ودول الوفرة وبالإمكانيات العلمية والخبرية والبحثية اللي متواجدة عندنا، مثلا يبقى عندنا محطة في يوم من الأيام محطة عربية؟ احنا بنأمل ونطمح في ذلك، وعلى أرض الواقع يعني أنا بتكلم عن نفسي عن معهد مصري قومي متخصص، احنا لنا علاقات طيبة وتعاون وثيق مع كل أشقائنا في الدول العربية من الخليج للمحيط في مجالات الفلك، في مجالات أبحاث الفضاء، تبادل خبرات، تبادل تجارب، استفادة من أخطاء ودروس، الهدف تكامل، بحيث زي ما حضرتك تفضلت مشكورا نأمل أن في المستقبل القريب يكون لنا باع ويد طولة في برامج الفضاء. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور جهاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. خلاص على السوشيال ميديا والأخبار المثيرة في سي إن إن وفي فوكس نيوز وفي كل القنوات والجزيرة، الصاروخ يقع، الصاروخ راح، الصاروخ جو، يجي ناس. مسألة الحقيقة الحمد لله إحنا كنا بنغطي المسألة، مش عايز أقول بشكل مهني أو في قدر من الوعي، إن أنت ما تضحكش على المشاهد، إن أنت ما تبقاش، مش عايز أقول
ان انت ما تمشيش ورا الغرب يقول لك هو اللي معاه ريموت كنترول يحركك. وياما الريموت كنترول ده حرك الاعلام العربي، ويكفي ما حدث فيما سمي بالاعلام بالربيع العربي. كنا بنقعد نشوف العجب، كنا بنشوف العجب الحقيقه. وبهذه المناسبه في مسلسل رائع اسمه هجمه مرتده. هجمه مرتده بيتكلم عن التمويل الموظمات الاجنبيه